لا مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. وشروق عماد، أهلا بك شروق. أهلا بك سحر، أهلا بك إيمان، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث. هذا وأكد هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية نظراً لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمصنعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 من ألف تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات أيضا ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 71% ليغلق عند مستوى 19,044 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 3,844 نقاط، وصعد أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 5,619 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أيضا أسعار النفط خلال التعاملات مدعومة باستمرار تجديد المعروض من جانب السعودية وروسيا، وذلك بقرارهما تمديد خفض الإنتاج فضلا عن ارتفاع نشاط قطاع التصنيع في الصين على غير المتوقع في أغسطس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% مسجلا 90.46 دولار للبرميل، كما صعد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.15% لتصل إلى 87.38 دولار للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل إلى 3.12 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 95% لتسجل 2.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا، وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة التغير المناخي. وقال سلطان الجابر الذي يرأس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 المقررة في دبي هذا العام إنه سيتم تخصيص هذه الاستثمارات لبدء مجموعة من المشاريع للطاقة النظيفة في إفريقيا. قدمت الحكومة اليابانية وثيقة احتجاج إلى منظمة التجارة العالمية على الحظر الشامل الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية بعد تسرب المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية. هذا وأكدت الحكومة اليابانية أن الصين أخطرت منظمة التجارة العالمية وهي الهيئة التي تشرف على قواعد التجارة الدولية بحظرها الطارئ على الواردات، مما دفع اليابان إلى تقديم احتجاجها، مشيرة إلى أن تعليق واردات الصين غير مقبول على الإطلاق، مضيفة أن طوكيو ستواصل مطالبة بكين بإلغاء هذا الإجراء.
أكدت وزيرة المالية الهندية تيرمالا سيترامن أن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة. وأضافت وزيرة المالية الهندية أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون لجميع الدول. وقالت سيترامن أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين طرحت القضايا الرئيسية المتعلقة بتنظيم أو فهم ضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكم سحر وإيمان. شكرا لك شروق عماد.